بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في فيديو النهاردة بإذن الله عن فيلم فول الصين العظيم بطولة الفنان الكبير محمد هنيدي. وأول ما نبتدي الكلام نصلي على نبينا محمد العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي في سرد قصة الجزء الثاني من فيلم فول الصين العظيم. فمحي الشرقاوي اللي هو محمد هنيدي بعد ما رجع من الصين ومعاه فلوس مكافأة الجائزة اللي هو كسبها في مسابقة الطبخ، طبعا بالمبلغ اللي هو معاه أول ما رجع مصر، فتح مطعم فول كبير جدا. فالمطعم بتاعه كان مشهور جدا واتشهر بسرعة رهيبة جدا. وعمه قصدي آسف جده اللي هو جابر الشرقاوي فرح بمحي جدا بسبب نجاحه الكبير ده. فطبعا جابر الشرقاوي بعد اللي حصل في ولاده، لأن ولاده الثلاثة اللي هم أعمام محي الشرقاوي اتسجنوا في قضية مخدرات، فطبعا جابر الشرقاوي قال لمحي انه هو اللي اختار الطريق الصح واحنا اللي كنا غلط، لانه الطريق بتاعنا نهايته كانت وحشة. وعمامك قال له كلهم دلوقتي في السجن، حتى ابو موتى اللي كان عايز يقتلك حاليا الحكومة قبضت عليه. فطبعا محي فرح جدا بكلام جده، لانه حسسه بانه انسان ناجح ومش فاشل خالص او جبان، لانه طبعا هو فعلا كان جبان. لكن دلوقتي محي الشرقاوي اصبح عنده شجاعة كبيرة جدا. فمحي الشرقاوي في يوم من الايام شاف واحدة كانت بتاكل عنده في المطعم، كانت اسمها زهرة. فهو اعجب جدا بشخصية وجمال زهرة، فبدأت العلاقة العاطفية ما بينهم الاثنين. وفي النهاية محي الشرقاوي اتجوز من زهرة، وبعد فترة قليلة جاب منها ولد وسماه على اسم جده جابر، لانه جابر الشرقاوي لانه هو كان بيحب جده جدا. فبعد فترة بيطلع اعمامه الثلاثة من السجن، فطبعا كانوا ناويين يشتغلوا في كار السلاح والمخدرات والسرقة من تاني، ولكن ابوهم جابر الشرقاوي ضربهم كلهم ومنحهم من الطريق اللي هم ماشيين فيه، وبعد كده خلاهم يشتغلوا في مطعم محي الشرقاوي. فطبعا بتدور احداث كوميدية ما بين اعمام محي في المطعم، لانه عمه سليمان اللي هو كان كل شوية يقول له حقتلك يلا، كان بيسرق تحصيل المطعم ويمشي كل يوم، لدرجة انه محي الشرقاوي راح لجده وقال له بانه عمي سليمان بيسرق تحصيل المطعم كل يوم، انا كده حبلغ عنه البوليس. فراح ضربه جده بالقلم وقال له حبلغ البوليس عن عمك هو عشمان. فطبعا بتدور عدة احداث كوميدية ما بينهم كلهم. ففي يوم من الايام قبضوا حرامي في المطعم، فطبعا عمامه اول ما قبضوه اشتغلوا في الحرامي ضرب لغاية لما خلوه يفقد الوعي، لانه قالوا له انت جاي تبيع مية في حارة السجايين، ده احنا اعمدة السرقة والمجرمين في مصر، زي ما قالها جده في الجزء الاول. ففي يوم من الايام في ظل الاحداث دي هرب ابو موتى من السجن. فطبعا اول ما هرب من السجن طبعا قرر الانتقام والقتل من محي الشرقاوي بسبب الطار القديم اللي كان ما بينهم. فطبعا جده جابر الشرقاوي حذر محي وقال له بانه ابو موتى طلع وهرب من السجن وحالف انه ينتقم منك، فانت خلي بالك من نفسك. فطبعا محي الشرقاوي قال انا مش ههرب ولا سافر تاني، ولازم اواجه الخطر بنفسي. فطبعا اشترى ليه سلاح وتعلم ضرب
النار من عمامه وقال أنا لازم لو جاني أنا حقتله. طبعا عمامه فرحوا جدا واستعجبوا إنه الجبن اللي كان جوه محيي مات، ودلوقتي أصبح شجاع جدا. فطبعا في يوم من الأيام جاله أبو موتى في المطعم بتاعه، كان آخر المطعم، فأبو موتى هو ورجالته طبعا كانوا عايزين يضربوا محي ويدوله علقة موت، ولكن محي راح ضرب أبو موتى وكمان رجالته، وبعد كده طردهم برا المطعم. فطبعا أبو موتى خاف جدا من محي الشرقاوي لأنه عارفه بقت عنده قوة وشجاعة غير الأول. فطبعا أبو موتى مكره زاد على محي الشرقاوي، فهو كان انه فاكر عيل هفج وكان عايز منمط بكرامته الارض، لكن حصل العكس، محي هو اللي ضرب ابو موتى هو ورجالته ومسح بكرامتهم الارض. فطبعا ابو موتى قرر الغدر بمحي الشرقاوي. ففي يوم من الايام ابو موتى اتربص في الطريق لمحي الشرقاوي وضرب عليه نار، ولكن عيار أبو موتى خاب والطلقة جات في كتف محي. فبعد كده لما نقلوه على المستشفى محي الشرقاوي ربنا كتب لي عمر جديد، والأطباء أجروا لي عملية، وبعد كده طلعوا الرصاصة من كتفه، وبعد فترة خرج من المستشفى وحالته الصحية بقت جيدة جدا. فبعد كده لما طلع في يوم من الأيام محيي الشرقاوي كان طالع هو ومراته، فطبعا جه أبو موتى علشان هو ورجالته علشان يقتل محيي الشرقاوي. فطبعا مرات محيي الشرقاوي أول ما شافت أبو موتى هو ورجالته حيضربوا نار على محيي الشرقاوي طبعا وقفت قدام جوزها وضحت بنفسها علشانه، وهي أخذت كل الرصاص مكانه. فبعد كده مرات محيي الشرقاوي مات في نفس اللحظة، وفي أنفاسها الأخيرة وصت محيي بأنه ياخد باله من ابنهم الصغير جابر، وبعد كده ماتت مرات محيي الشرقاوي. وبعد كده أبو موتى هو ورجالته هربوا وقالوا يا فكيك أول ما ضربوا ضرب النار ده. فطبعا محي الشرقاوي اشتد غضبه ومكره على أبو موتى هو ورجالته، وحلف 100 يمين بأنه يقتلهم وياخد بطار مراته. فطبعا عمامه وقفوا وسندوا محيي. ففي يوم من الأيام عرفوا مكان أبو موتى، فمحي الشرقاوي راح ومعاه عمامه وكانوا مسلحين وراحوا عند أبو موتى. فهناك حصل اشتباك وضرب نار كبير جدا ما بين أبو موتى وما بين محي الشرقاوي وعمامه، وفي النهاية عمام محي الشرقاوي خلصوا على كل رجالة أبو موتى. وبالنسبة لأبو موتى ومحي الشرقاوي فطبعا بدأوا يضربوا بعض لغاية لما محي الشرقاوي ضرب أبو موتى بيده وعدمه العافية. وفي الآخر محي الشرقاوي طلع سلاحه وضرب أبو موتى واداله طلقة في راسه، وبعد كده مات أبو موتى. فبعد كده محي الشرقاوي فرح جدا بأنه أخذ بطار مراته اللي هي تبقى زهرة من أبو موتى. وبعد كده مات جابر الشرقاوي اللي هو جد محيي. فمحيي الشرقاوي زعل جدا على موت جده لأنه هو كان بيحب جده جدا. فمن هنا تكون نهاية الجزء الثاني من فيلم فول الصين العظيم بطولة الفنان الكبير محمد هنيدي، تأليف وإخراج أحمد سعودي، مع ملاحظة إنه كل اللي قلته ده اختصار لفكرة الجزء الثاني.
أتمنى بأنه أحداث وتفاصيل الفيلم تكون نالت إعجابكم أعزائي المشاهدين، وأنه تكونوا قد استمتعتم بتفاصيل وأحداث الفيلم، وإن شاء الله نشوفكم على خير في الفيديو الجديد بإذن الله. عزيزي المشاهد، لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعم اللايك لتدعيمنا وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. ويا ريت يا جماعة اللي نفسه في أي جزء تاني سواء كان من فيلم أو مسلسل أو حتى مسرحية أكون عارفها، يا ريت تكتب لي في التعليقات وأنا أحاول بقدر الإمكان أو بقدر السرعة أألف ليه الجزء اللي هو نفسه فيه سواء كان من فيلم أو مسلسل أو حتى مسرحية. وإن شاء الله نشوفكم في الفيديو الجديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.